من الافنجرز كانوا يتوقع تمنيه ثانوس او بالتحديد عن ايرون مان وكابتن امريكا وثور. ثور حاول يدافع عن نفسه بعد من سحب الستورم بريكر قبل ما يلزمها ثانوس لزمها وحتى حاول يقتل بيها ثور. بس السؤال انه شلون ثانوس قدر يلزمها راح اشرح عنه بهذا الفيديو. طبعا الستورم بريكر هي مو نفس المطرقه، المطرقه شيء ثاني، يعني صح انه هذا سلاح وهذا سلاح بس الستورم بريكر شيء ثاني يختلف، يعني الستورم بريكر ممكن اي واحد يقدر يلزمها. طبعا المطرقه اللي كانت عند ثور هي المطرقه من اودن، وورا ما نفى اودن ورا ما نفى ثور هاي المطرقه مثل صار بيها نظام اللي قال عنه اودن انه ما حد يقدر يشيل او يرفع مطرقه ثور الا اذا يكون فعلا هو يستحق يرفعها، والوحيد اللي يقدر يرفعها اللي هو كابتن امريكا. هذا الشيء ما موجود بالستورم بريكر. الستورم بريكر اللي سواه هيال ثور هو القزم إتري، يعني لو موجود اودن ممكن هم نتكلم لهذه المطرقه مثل قال لها انه ما حد يقدر يرفعها الا اذا يكون فعلا يستحق، كان يصير نفس اللي صار بالمطرقه يصير الستورم بريكر، ما حد يقدر يرفعها الا اذا كان فعلا يستحق. بس اللي سواه لها هو صنعه لها مو من اودن، ولا يعني قال لها شيء كلام على مودي بس ثور اللي يقدر يرفعها، لا، حتى اللي سواه لها اللي كمل المطرقه هو جروت، يعني صارت من هاي الجذع اللي سواه لها من ايده صارت هاي هي كامله، يعني اي واحد يقدر يرفعها. بس احنا ما شفنا بالانفينيتي وور اي واحد قدر يرفعها، ليش؟ لان هذا السلاح بس خاص بثور، يعني ما حد له علاقه انه تعال يجي يرفعها. وحتى من الخمس سنوات اللي صارت بالافنجرز اند جيم وبعد وقتها ما شفنا اي واحد يقدر يرفعها، لان هي تخص ثور ما لهم علاقه بيها، يعني شيء طبيعي ثانوس يقدر يلزمها وحاول يقتل بيها ثور، بس احنا ما شفنا كل الوقت انه كان لازمها ثانوس وده يتقاتل بيها، لا، هو بس بهذا الوقت اللي حاول يقتل بيها ثور. فلين الستورم بريكر ما كان بيها تنبيه من اودن، فاي واحد يقدر يرفعها لين ما بيها تنبيه من اودن، لان اودن كان ميت بهذا الوقت، او حتى لو كان اودن موجود ما اعتقد انه راح ينبهها المطرقه، لان ثور يعني عرف شلون تصرف، يعني عاف الغرور اللي كان بيه، يعني صار شيء ثاني. المهم ما بتجاوب هذا الشيء، هاي الستورم بريكر اي واحد ممكن يقدر يرفعها، بس احنا ما شفنا اي واحد لان هي تخص ثور، بس ثانوس من حاول يقتل بيها ثور، هي تخص ثور وما حد له علاقه بيها.